بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع الشابتر الثالث في السكشن نمبر 2 بعنوان Equilibrium of Rigid Bodies في الجزء الرابع عشر من هذا المحور. طبعا هنا رح نشوف مع بعض Reactions at Seaports، يعني ردات الفعل في Seaports والConnections for three dimensional structures، يعني هنا بنتناول فيه ثلاثي الأبعاد. طبعا هنا في ثلاثي الأبعاد بصفة عامة، لو افترضت أنه عندي هنا جزء من structure عمود مثلا وتحته هنا ball كرة، بالنسبة إلي الكرة هذه مسموح لها أنها تتحرك سواء كان في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، لكن غير مسموح لها بالحركة في الاتجاه العمودي أي هذا الاتجاه، وأيضا مسموح لها بالدوران حول كل المحاور. فالقاعدة بتقول أنه ردة الفعل بتصير بس في الاتجاهات التي لا يمكن لها فيها الحركة. الاتجاه الوحيد هو الاتجاه العمودي اللي هو مثلا اتجاه الواي هنا، فبالنسبة لي راح تكون في بس ردة فعل باتجاه الواي زي ما نشوف مع بعض على الرسمة. نفس الشيء بيصير لو عندي frictionless surface، يعني هو يعني غير مسموح لها بالحركة في هذا الاتجاه وبتتحرك في الاتجاهات هذه وهذه، فبالتالي يعني ما راح يكون في إلا ردة فعل واحدة باتجاه أيضا الواي. لو عندي هنا حبل مثبت على عمود، طبعا بتكون دايما الفورس على محور الحبل مهما كان، فلو كان الحبل مثلا تغير اتجاهه في هذا الاتجاه بتتغير معاه الفورس حسب يعني اتجاه الحبل أو محور الحبل. أمر الآن إلى الحالة الثانية. في الحالة الثانية هنا عندي roller on a rough surface، يعني هنا أيضا مسموح لي بالحركة في هذا الاتجاه بس، لكن ممنوع الحركة سواء كان في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، فهذا رح يتسبب في ردتين فعل زي ما تشوفوا هنا على الرسمة. ونفس الشيء بيصير لو عندي عجلة على سكة متاع حديد مثلا، wheel هي العجلة وrail هي سكة الحديد، wheel on a rail، راح تكون ممنوع الحركة في هذا الاتجاه وممنوع الحركة في هذا الاتجاه، بس الحركة مسموحة في الاتجاه هذا، فبتسبب أيضا في two force component Fy و Fz. نمر الآن إلى الحالة الثالثة لما تكون عندي rough surface، لكن هنا شوف في الحالة الأولى عندي frictionless، الfrictionless يعني بدون احتكاك فبتسبب في حركة، وهنا rough خشنة يعني في friction راح تمنع الحركة، بالتالي هنا الحركة ممنوعة في الاتجاهات الثلاثة زي ما نشوفه هنا، وبالتالي بتتسبب في ثلاث ردات فعل في المحور Y والمحور X والمحور Z، وهذه بتصير أيضا لما بتكون عندي يعني a ball on socket زي ما نشوفه هنا. فطبعا أنا في الحالة هذه غير مسموح لي بالحركة في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، لكن بالنسبة للدوران مسموح لي بالدوران كده وكده وكده. فالمثال هذا هو تقريبا في الرسمة هذه، يعني الحركة ممنوعة في هذا الاتجاه، راح تكون عندي ردة فعل هنا وردة فعل هنا وردة فعل في هذا الاتجاه، يعني على المحاور X و Y و Z، لكن بالنسبة للدائرة للدوران راح يكون مسموح به، فبالتالي ما فيش ردة فعل. أيضا هنا الدوران مسموح به، أيضا هنا الدوران راح يكون مسموح به.